فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مايند مابس. مايند مابس أو الخرائط الذهنية طريقة من الطرق المعروفة علشان البرانش تقدر تراجعه بأسهل وأسرع طريقة ممكنة. هنبدأ النهاردة في بداية سلسلة فيديوهات المايند مابس، وهبتديها بالإنترودكشن فيسيولوجي، المقدمة، أو ساعات يتسمى بايو فيزيكس، هو قوانين الفيزيائية اللي ليه علاقة بالفيسيولوجي كإنترودكشن إن شاء الله. فأنا جهزت لكم المايند مابس وهنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا البداية بالنسبة لنا هتكون هيموستيزيس. خلي بالك ان الهيموستيزيس معناها stability of internal environment. خلي بالك في المربعات دي طبعا لازم اكون عارف الكاركترستيكس اللي انا عايز انظمها، سواء ضغط الدم او درجة الحرارة. في ريسبتور هيستقبلها، ده نمبر 1. الريسبتور ده متخصص، هيبعت اشاره للكنترولر عن طريق افرنت نيرف سبلاي. الكنترولر او السنتر هينزل منه بالسهم ده افرنت، يروح للإفكتور، المكان اللي عايز ياثر عليه. في النهايه يبقى فيه ريسبونس او رد فعل. دايما الريسبونس او الفيدباك حاجه من حاجتين، نيجاتيف بيبقى عكس الاستيمولس، انتاجونيستك، يعني مثلا انا لو ضغطي زاد يبقى لازم يقلله والعكس صحيح. اما بوزيتيف ريسبونس معناها ان رد الفعل زي الاستيمولس بالظبط، ودي بتبقى دايره مغلقه. طبعا الفيشيا سيركل لها عيب خطير فيتل، لو في شق انا ضغطي بيقل المفروض يعلى للطبيعي، بالعكس بيقل كمان وكمان، فسميناها irreversible، تمام، اللي لا يمكن ان احنا نصلحها. ممكن تبقى useful، عشان كده عملت اليو كابيتال عشان اقول لك فيها كلمتين useful مفيدة ويوتيراين contractions. الرحم وهو بينقبض طبعا راس البيبي بتنزل لتحت، عايزه تعدي من السيرفكس عنق الرحم، ففي ريسبتور موجود في هذا العنق، كل ما راس البيبي تلمسه يبعت اشاره لفوق للهايبوثالاموس علشان يطلع هرمون اسمه اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده دوره يعمل انقباض للرحم كمان وكمان حتى تنتهي عملية الولادة. خلي بالك في الادفانتج of hemostasis، it is not unlimited. دايما متعودين ان نفي النفي اثبات، not un يعني limited، بمعنى ما تفتكرش ان ضغط الدم لو زاد لما لا نهاية هنقدر نعمله homeostasis او ثبات للبيئة الداخلية للجسم، لا ده limited. نفس الكلام في درجة الحرارة، بيزود فرصة الحياة وده مهم جدا، بيساعدك ان انت تشتغل. تخيل درجة الحرارة عالية هتشتغل ازاي من غير هوميوستاتيك ميكانيزم؟ تخيل جلوكوز ليفل قليل في دمك تشتغل ازاي؟ برين محتاج جلوكوز، فبيساعد على البروبر فانكشن اوف ذا برين. طيب نيجي بعد كده نتكلم على نقطة مهمة جدا وهي المقدمة. الكربوهيدرات والليبيد والبروتين اللي موجودين في السيل ممبرين ايه دورهم؟ كربوهيدرات دوره كريسبتور، بلاد جروب ماركرز معمولة من كربوهيدرات، وعايزك تركز على كلمتين بحرف الاي. دايما الكلام المهم اللي بيبقى فيه مشترك لازم نبروزه بالبولد. Identity markers ده مهم قوي، وإميون reactions كلام ده هنقوله بالتفاصيل مع mind maps البلد. أما الليبيد يتميز بحاجتين، هو طبعا في ليبيد باي لاير في الممبرين بيعدي من خلالها الليبيد soluble،
أول حاجة فانس، سور حوالين الممبرين وبيدي fluidity of the membrane. خلي بالك F capital ده مهم قوي. أما بالنسبة للبروتينز هفتكرها بC capital، carrier channels cell adhesion molecules و catalyze chemical reactions. طبعا أي بوابة معمولة من بروتين، بوابة بتعدي صوديوم، تعدي بوتاسيوم، أي كارير شيال، يعني اجي هنيجي نقول صوديوم بوتاسيوم بامب، طب ما ده كارير، او الكارير ده قد يكون ترانسبورتر بينقل الماده من مكان لمكان. اندوبلازميك ريتيكولم لو سموس بتعمل ستيرويد سينثيسيس، خلي بالك اس سموس تصنع ستيرويد. طبعا هي جت بالصدفه الابريفيشن دي، اما الرف اندوبلازميك ريتيكولم بيكون البروتينز. طبعا كلنا عارفين هوميوستيزيس نيجاتيف فيدباك. نيجي بقى نتكلم على التوتال بودي ووتر. توتال بودي ووتر في الجسم او اختصارها تي بي دبليو بتقل مع السن، وفي الفيميلز بتكون اقل لان الدهون اعلى، دايما الدهون لما تزيد بتقلل من الميه. طيب الويت اوف ادلت ميل، ودي بتيجي مسائل، 70 كيلو جرام، يا ترى توتال بودي ووتر اللي في جسمه كام؟ اضرب 70 في 60% تبقى 42 لتر. هنقسم ال 42 لتر الى جزئين، 28 لتر التلتين انتراسيلولر، والتلت 14 لتر اكسترا سيلولر. جيت على الاكسترا سيلولر فلويد وقسمته، انترستيشيال فلويد اللي ما بين التيشو سبيسز 10 لتر ونص، والبلازما 3.5 لتر. خلي بالك ان الاكسترا سيلولر فلويد ريشيو بالنسبه للانترا سيلولر فلويد بالنسبه للانفانت بتكون عاليه بالنسبه لحجمه، ده مهم قوي. طيب يعني ايه؟ طلبة كتيرة بتسأل هو الاكسترا سيلولار فلويد في البيبي اللي لسه مولود اعلى بالنسبة للكبير؟ قلنا لا، احنا بنتكلم كريشيو. يعني ايه؟ يعني الانترا سيلولار فلويد بالنسبة للبيبي او للتشايلد اقل من اللي موجود بره الخلايا عنده، تمام، نسبة وتناسب. لكن لو قلنا ابسوليوت فوليوم وقيمة مطلقة للاكسترا سيلولار فلويد، طبعا في الادلت بتكون اعلى. وبما ان الريشيو بالمنظر ده في التشايلد، فكل ما البيبي يفقد سوائل دي هايدريشن بتبقى الموضوع اكثر خطورة. طيب عايزك تخلي بالك ان البروتين انترا سيلولر اكبر من البلازما واكبر من الانترستيشيال فلويد، دايما هنا تركيزات البروتين مهمة جدا. طيب ازاي قدرنا نحسب الارقام اللي قلناها؟ فقالوا الفوليوم of injected substance، هحقنك بمادة معينة تمشي في الدم واشوف المادة دي هتستقر فين. لو هي عدت من الكابيلاري ممبرين ودخلت في التيشو سبيسز ودخلت جوه السيلز، انت اخترقتي كل الحواجز، اخترقتي البلازما اكسترا سيلولر انترا سيلولر، يبقى ده توتال بادي ووتر، لان توتال بادي ووتر ايكوال اكسترا سيلولر بلس انترا سيلولر فلويد. طيب لو المادة دي وقفت عند عدت الكابيلاري ممبرين وما دخلتش في التيشو سبيسز، يبقى نقدر نقول ان المادة دي تعتبر ايه؟ تعتبر بلازما. طب لو المادة اخترقت كل حاجة ما عدا السيل ممبرين، يبقى اكسترا سيلولر فلويد. خلي بالك الانترستيشيال فلويد بعرفها بالاكسكلوجن، بالاستبعاد. يعني ايه؟ انا عندي الاكسترا سيلولر فلويد قدرت اقيسه، وعندي البلازما استها، يبقى الباقي هو انترستيشيال فلويد. نفس الكلام بينطبق على الانترا سيلولر فلويد. عرفت توتال بودي ووتر،
واكسترا سيلولار اقدر اعرف الانترا سيلولار فلويد. السبستنس يوزد توتال بودي ووتر، عندي ليبلد ووتر، ديوتيريوم اوكسايد، تريتيوم اوكسايد، امينو بايرين. عندي الاكسترا سيلولار فلويد اتنين بحرف الاي، انيولين وايزوتوبس. خلي بالك انيولين مش انسولين، الانيولين ده بولي ساكرايد. عندي اتنين بحرف التي، سايو سلفيت وسايو سيانيت، سكروز ومانيتول. بلازما بس يبقى ايفانز بلو، البيومين ليبلد ويز مترقم بنظير مشع اسمه ايودايد 131، وزي ما قلنا انترا سيلولار وانترستيشال افتكر نوت ميجرد دايركتلي. طيب نيجي للترانسبورت كتجميعات، ده السل بتاعنا، واي سل بيكون بين حاجتين، ليومن التجويف وهنا البلازما. عايزك تتخيل معايا في الرسمه دي هي فيها كل الترانسبورت. يعني اقول لك الصوديوم، 3 صوديوم بيتحركوا من السل الى البلازما، في المقابل بيدخل 2 بوتاسيوم. طبعا صوديوم بوتاسيوم بامب دي هنشرحها بالتفاصيل مع مايند مابس النيرف، بس اقول لك فكره بسيطه جدا. فرضنا ان الصوديوم زاد جوه وانا عاوز اخرجه، هل اقدر اخرجه من جوه البر عادي؟ لا، ان الصوديوم عادة تركيزه برة اعلى من جوه، فبيدخل بفرق التركيز الكونسنتريشن جريدينت. لو العكس زاد جوه وانت عايز تخرجه محتاج تكسر ATP. عشان كده الدايرة دي هي البامب، هي الكارير البروتين اللي فيها 5 اماكن، 3 اماكن يمسكوا في زيادات الصوديوم اللي جوه، ومكانين يمسكوا في زيادات البوتاسيوم اللي خرج لبره. طيب انا الصوديوم زاد جوه ومسك في الثلاث اماكن اللي هنا بايندينج سايتس، نعمل ايه؟ نكسر اي تي بي في الدايره دي، فالثلاث اماكن اللي موجودين هنا ماسكين في الصوديوم غيروا مكانهم وبقوا بره، والمكانين اللي ماسكين في زيادات البوتاسيوم بره غيرت مكانها ودخلت جوه، وده اسمه صوديوم بوتاسيوم بامب. 3 ان ايه خرجوا زيادات في 3 اماكن مقابل زيادات البوتاسيوم في مكانين دخلوا لجوه، فده اسمه بامب وسميناه اكتيف ترانسبورت، لانك بتكسر ATP والانتقال بيبقى من low concentration إلى high concentration. الكلام ده مهم. طيب سؤال مهم أكون واخد بالي منه كويس، أنا ليه سميته active؟ لأني against concentration gradient. تقول لي تمام، طب وبعد كده هيقل الصوديوم اللي جوه السل، ما انت خرجت الزيادات قل جوه السل، لكن في صوديوم نازل في اليومن بتركيز اعلى من اللي جوه السل، فيتحرك الصوديوم من اليومن الى السل، سيمبل ديفيوجن. وهنا الديفيوجن معناها ترانسبورت اكوردنج تو كونسنتريشن جريدينت، سيمبل بسيط مش محتاج كارير ولا اي تي بي. يبقى انا قلت ايه؟ ادي سيمبل ديفيوجن، نقلة الصوديوم، وهنا قلنا اكتف ترانسبورت. طب الجلوكوز دخل تابع مع الصوديوم، شايف الدايرة دي؟ اهو الدايرة دي كارير، كارير او ساعات نسميها كو ترانسبورت. كو كأنه شركة، انا كجلوكوز بتنقل من اليومن الى السل مع الصوديوم. طب الجلوكوز في نقلته اتنقل لان الصوديوم دخل جوه السل، طب ايه اللي خلى الصوديوم يدخل؟ تقولي لان تركيزه هنا قل بالنسبه للبلازما. يعني كلنا معتمدين في الاساس على البرايمري اكتيف ترانسبورت صوديوم بوتاسيوم بامب، كلنا معتمدين على ده من الاساس، فنقله الجلوكوز تبقى سكندري اكتيف
ترانسبورت. سكندري معناها انت معتمد على الاي تي بي اللي اتكسر من البامب مش منك انت. طب الجلوكوز دخل في السل، عايزين نخرجه للبلازما. الجلوكوز قال انا عندي مشكله ان انا ما اقدرش اعدي في الليبيد باي لير اللي هو في الممبرين. قلنا له يبقى انت محتاج كارير، وهنا فعلا في كارير ما قلناهاش في الرسمه هنا، والكارير ده طبعا بيبقى بينقل الجلوكوز من جوه السل بتركيز عالي الى البلازما تركيز الجلوكوز اقل، وبالتالي هيبقى فاسيليتيتد ديفيوجن. خلي بالك ان فاسيليتيتد معناها تسهيل، هي زي السيمبل ديفيوجن مع اختلاف يو نيد ا كارير. وخلي بالك المقارنه هنا، ادي الاكتيف ترانسبورت محتاج انرجي وكارير، والسكندري اكتيف ترانسبورت مش لازم يبقى في نفس الاتجاه، السهمين داخلين مع بعض ممكن يكونوا اتجاهين عكسيين. صوديوم بين الليومن يدخل للسل، هيدروجين يتحرك العكس وتخلص منه في اليومن، سميتها انتي بورت يعني ترانسبورت عكسي او كاونتر ترانسبورت. طيب دي الفكره اللي انا قلتها، ديفيوجن الباسيف سيمبل و فاسيليتيتد، الاثنين فروم هاي تو لو، السيمبل نو انرجي نو كارير، فاسيليتيتد محتاج كارير وليا ترانسبورت ماكسيمم. معناها ايه؟ الكارير ده بيبقى ليه نسبه معينه بينقلها، لو وصل الى الساتوريشن او مرحله التشبع وصل للماكسيمم بتاعه، وبالتالي مش هيقدر ينقل اكتر من كده. وده اللي حصل في مرضى الديابيتس، مرضى السكر، جلوكوز ليفل في الدم عالي قوي، الكاريرز ليها عدد محدد، كل كارير بيمسك في جلوكوز بكونسنتريشن معين. طب الزياده ده هنوديه فين؟ ما نقدرش نعمل له ترانسبورت، ما نقدرش ننقله من السل الى البلازما، ما نقدرش، بالعكس هيفضل في مكانه. وهنا بقى لما يفضل في مكانه في اليومن لانه بينزل في المصفى بتاعت الكلى، خلاص هينزل في النهايه في اليورين ويشد وراه ميه كتير. طيب فجينا قلنا الاكزامبل، بص على السيمبل ديفيوجن اللي بيعدي من الليبيد باي لاير، اكسجين كربون دايكسايد جلوكوز يوريا. الايون تشانلز عندك انواع، ليكج يعني ليكج معناها بتسرب، زي انا بدخل صوديوم طول الوقت او اخرج بوتاسيوم طول الوقت ديورينج ريست، الكلام ده نشرحه بعدين. جيتد تشانلز نوعين، في بوابه شغاله بالكهرباء بقول عليها فولتج جيتد، لو ادينا ستيمولس مؤثر كهربي للممبرين تبتدي تتفتح، يعني هي موجوده ديورينج ريست ولكن مش شغاله. اما الليجند جيتد، خلي بالك كلمه ليجند ترجمه حرفيه معناها عبد، يعني ايه؟ يعني المفتاح اللي موجود في الباب تحت امر القفل، قصدي اللي في الباب تحت امر اللي معاه المفتاح، انت دخلت بالمفتاح في القفل ده هيفتح، او عملت نسخة عليه فيفتح. فالمراجع قالت ان ليجند is a slave for the key، بنقول عليها chemical gated يعني acetyl كولين هو المفتاح اللي هيمسك في الريسبتور اللي على الممبرين. خلي بالك الريسبتور برضو is a بروتين، وحنقول الاسيتايل كولين ده بالتفاصيل مع النيرف. نيجي بقى للاكتف ترانسبورت، برايمري و سكندري، وشفنا الفرق ما بينهم. بس انا عايز اقول لك معلومه مهمه، صوديوم بوتاسيوم بامب تحافظ منتين على الريستنج ممبرين بوتنشال، الكلام ده هنشرحه بالتفاصيل فيما بعد، بالاضافه بتحافظ على السيل فوليوم. قصدك ايه بسيل فوليوم؟ الصوديوم لو زاد جوه السيل هيسحب وراه ميه باي
اوزموزس. هتقول لي ايوه دي انا عارفها كويس قوي. طب ولما الميه هتتسحب حجم السل هيزيد، عشان كده زيادات الصوديوم خرجناها لبره فتشد معاها الميه الزياده. في حاجه اسمها كالسيوم بامب، ودي هنشرحها مع السكيليتال ماسل. وفي هيدروجين بوتاسيوم بامب هتتشرح مع الجي اي تي او الجهاز الهضمي. الماكرو موليكيولز تتنقل بطريقتين، يا اما اندو سايتوزيس سيل ايتينج اللي هي الفيجوسايتوزيس، او سيل درينكينج بينو سايتوزيس. خلي بالك كله بالبي، فيجو من الفجع، السل عايزه تلتهم، وبينو درينكينج اكسوسايتوزيس ازاي نخرج. موفمنت اوف ووتر، الموفمنت اوف ووتر جمعتها لكم في البيج دي. اوزموزيس كلنا عارفين ان الميه بتتحرك من تركيز عالي ليها لتركيز اقل، والسوليوت العكس. دايما لو تركيز الملح عالي في مكان هيشد وراه الميه. طبعا مجموعه بقى ديفينيشنز، مول هو الموليكولار ويت اوف سبستانس ان جرام، الايكويفالنت هو المول للماده دي على التكافؤ على الفيلنس، ده مهم جدا. اوزمول تركيز الاوزماتيك اكتيف بارتكلز، المواد القادره على سحب الميه زي الملح، صوديوم كلورايد، جلوكوز، يوريا. اوزمولاريتي واوزمولاليتي، خلي بالك في الفرق بينهم. كلمه اوزمولاريتي عدد الاوزمول بير ليتر، وعشان ما تنساش لاريتي فيها ار يبقى ليتر ار. اوزمولاليتي النمبر اوف اوزمول بير كيلوغرام سولفنت، خلي بالك كيلوغرام ميه يساوي لتر، ده بالتكافؤ. حاجه مهمه انا عايز اقول لك عليها، اوزمولاليتي هي المستخدمه في المراجع. لما جينا حسبنا البلازما اوزمولاليتي طلعت 290 ملي اوزمول بير ليتر، وطبعا described by tonicity. يعني ايه؟ يعني اقول لك تركيز الملح ده تركيزه اللي بره اكسترا سيلولر قد الملح اللي جوه السل، ولا اعلى ولا اقل؟ ده مهم قوي تكون انت عارفها كويس. طبعا بمنتهى البساطة لو زي بعض يبقى ايزو متساوي. طيب لو اللي بره تركيزه اعلى يبقى هايبر، لو اللي بره تركيزه أقل يبقى هايبو. خلي بالك دايما التونيسيتي بنتكلم على الاكسترا سيلولار فلويد، ودي نقطة في غاية الأهمية للتركيز. لو تركيز الملح عالي بره بره السل هيسحب مية من السل اللي بره، فالسل شرينك تكش. أما لو العكس تركيز الملح في البلازما هيكون قليل عن جوه، فبالتالي المية هتدخل من بره لجوه السل، فالسل فوليوم يزيد لغاية ما يحصل رابشر. الجزئية التانية هو الفلتريشن، المية بتتحرك من هاي إلى لو هيدروستاتيك بريشر. خلي بالك إن فيكس لو اتكلم عن الديفيوجن، يعني فيكس قال إن الديفيوجن ريت يتناسب طرديا دايركت بروبورشنال مع اربع حاجات، مع الكونسنتريشن جريدينت، مع السيرفيس اريا مساحه التبادل، كل ما تزيد هيزيد الديفيوجن، مع التمبريتشر درجه الحراره، لان كل ما يبقى في حركه كايناتيك انرجي بتزيد حراره الموليكيول في النقل، والسوليوبيليتي او الذوبان السي او 2 بيدوب في الميه قد الأكسجين 24 مرة، ودي مهمة جدا. أما التناسب العكسي inverse proportional مع حاجتين sickness و square root of molecular weight، دي خلي بالك مهمة جدا. الفلتريشن ريت في اللي انت قلته، بس بدل ما أقول concentration gradient قلت pressure gradient، زي فكرة الكدني شغالة زي المصفى، النقل بفرق الضغط.
من ضغط عالي إلى ضغط أقل، زي ما بتعمل في البيت في المصفى، تضغط بالمعلقة قوي علشان تفصل السائل أو العصير عن البذر. نفس الفكرة بالظبط. طب في مصطلحين مهمين، ألترا فلتريشن، يعني أنا هصفي بلازما فقط من غير أملاح أو بلورات، بلازما ماينس كولويد، وهنا ماينس المقصود بيها هنعمل سيباريشن بين الحاجتين. سولفنت دراج معناها سولفنت تيكس مولكيولز اوف سوليوت، يعني الميه لما بتدوب هتاخد معاها الحاجات اللي بتدوب فيها، دراج بتشدها، وده سمول فورس طبعا لازم اكون عارفه. في حاجه اسمها نون ديفيوزابل اينز، تخيل انت عندك ممبرين دلوقتي البروتين بالنيجاتيف اتشارج موجود على ناحيه من الممبرين، يعني الخط ده هو الممبرين، ده اللي جوه سايد اكس وسايد واي ده اللي بره او البلازما. البروتين النيجاتيف، بص خمسه بروتين نيجاتيف معاهم خمسه صوديوم مثلا كتركيز، لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي بره 10 صوديوم 10 كلورايد. طيب هل دلوقتي في توازن؟ تقولي طب وانا اعرف التوازن ازاي؟ لازم التوازن لو ضربنا تركيز الايونز الديفيوزيبل في سايد اكس، يعني اللي بتقدر تنتشر من اكس لواي، يساوي تركيز الايونز الديفيوزيبل في سايد واي. هتقولي يعني مش فاهم، انت كتبت هنا بيفور إكوليبريم، قبل الاتزان وبعد الاتزان. بص بقى هنا في سايد اكس 9 صوديوم و4 كلورايد، ال ان ايه ده بوزيتيف كلورايد نيجاتيف، لو ضربنا تركيز ده في ده 9 في 4 36. طب تعال على سايد واي، صوديوم 6 كلورايد 6، 6 في 6 36، معنى كده ان حصل توازن. فجي واحد اسمه جيبز دونان وقال انا هعمل الاكوليبريم ده التوازن، قلناله ازاي؟ قال ان الكونسنتريشن جريدينت يساوي واوبوز ذا الكتريك جريدينت، وده شيء طبيعي، يعني الصوديوم اهو شيء طبيعي من بره عايز يدخل، بدليل ان التركيز هنا خمسة بقى التركيز هنا تسعة، تمام بيدخل بالكونسنتريشن. طب يعني ايه الكتريك جريدينت؟ الشحنات السالبة بتشد البوزيتيف عندها، وده نقطة مهمة، يعني البروتين ده نيجاتيف يقوم روح اتراكت البوزيتيف ناحيته، وده مهم قوي. طيب والنيجاتيف مع النيجاتيف بيحصل ما بينهم ريبولشن، والدليل بص على الكلورايد نيجاتيف هنا أربعة في المكان اللي فيه بروتين، بص على بلازما بره ستة. فاللي أنا عايز أقوله إنه دايما الإلكتريك جريدينت عكس الكونسنتريشن جريدينت. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، إن الكاتايونيك تشارجز، يعني كلمة كاتايون يعني الأيون اللي أتراكتد لكاسود، الكاسود هو القطب السالب للبطارية، يعني القطب السالب المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها النيجاتيف بول اللي يشد البوزيتيف ايون، فلما اقول كاتايون قصدي صوديوم اتشد للكاثود. لاحظ بقى معايا تركيز الصوديوم لازم هيبقى ايه؟ هنا بص التركيز تسعة وهنا التركيز كام؟ التركيز ستة. هتقول لي ماشي، طب بص على الكلورايد الانايون، انايون تشارجز بيبقى ايه؟ بيبقى في سايد اكس اربعة وفي سايد واي بيبقى ستة. اللي انت عايز تقوله ان انت لازم تجمع التشارجز بتاعت الكاتاينز وبتاعت الانايونز علشان نشوف الاكوليبريم. معلومة مهمة قوي ان اهم كاتاين موجود بره السل يعني في البلازما، اهم واحد هو الصوديوم، خلي بالك من الكلام ده، واهم كاتايون جوه السل بوتاسيوم. تعال نعكس، طب الانايونز اللي موجوده في البلازما
يعني ايه انايون؟ يعني ايون يتشد للانود البوزيتيف بول بتاع البطاريه، ما تشد للبوزيتيف يبقى انا نيجاتيف. يبقى مين اللي موجود؟ عندك كلورايد وعندك باي كربونيت، وهنقول بعد كده مين اهم انايون جوه السل وبره السل. طب جيب زيدونا فادنا بايه؟ ان بروتين موجود على ناحيه واحده بيشد البوزيتيف ايونز معاه فيها عمق. انت لما بتشد الان ايه؟ فبتسحب وراه ميه باي اوزموزس. تخيل الكابيلاري ممبرين موجود عليها البيومين، وده بلازما بروتين. الالبيومين اللي موجود هيشد الان ايه، وده مهم جدا لان الالبيومين شايل نيجاتيف تشارج والان ايه بوزيتيف. ولما شد الملح شد وراه ميه، يعني انا بحافظ على الميه في السيركيوليشن، بسميها ابزوربشن، امتصاص او اعاده الامتصاص. وعلى فكره بسبب الميزه دي ربنا بيحمينا من ظهور ايديما. انا مش عايز رجلي تورم. ايديما سببها انت فقدت الالبيومين، ما بقاش موجود في مكانه، وبالتالي فقدنا ميه كتير دخلت في التيشو سبيسز. وفي حاجه اسمها كلورايد شيفت في نومينا هنعرفها مع مايند مابس الريسبيريشن ان شاء الله. طبعا كل دي حاجات في غايه الاهميه لازم نكون عارفينها. طيب بلاد فوليوم، حجم الدم 8% من وزني. طب ازاي اعمل كالكوليشن؟ طبعا في معادلات قلناها مع الشرح النظري، بس اقول لك حاجه، لو انت عايز تحسب البلازما قد ايه، انا يا اما بكون في المساله جايب لك ريد سيل فوليوم وجايب لك كمان البرسنتج. يعني ايه؟ هديك مثال. نفترض مثلا قلت لك اني الريد سيل فوليوم بتاعتك 40%، هتقولي طب انا استفدت ايه؟ ما انا بجيب عينه الدم بسحبها احطها في تيست تيوب، الففها في جهاز سنتريفيوج بسرعه للطرد المركزي، في الاخر البلازما تبقى فوق لانها اخف والسيلز الاتقل بتكون تحت. طب انا لو قلت لك هيماتوكريت، هيماتوكريت المقصود بيها هو برسنتج نسبه الريد سيل فوليوم على الهول بلاد فوليوم في المية. طب قلت لك الهيماتوكريت 40 يبقى البلازما كام؟ تقول لي 60%. طيب انت جبت الستين في المية تمام، واقدر من خلاله عن طريق معادلة بسيطة احسب الهول فوليوم كام. يعني ايه؟ يعني مثلا انا قلت لك البلازما فوليوم انت جبته 60%، قلت لك ان البلازما فوليوم ده 3 لتر، تقول لي التلاتة لتر كحجم بلازما يمثله 60%. طيب الهول بلاد فوليوم مش هو 100% من دمك؟ هتضرب 100 تايمز البلازما فوليوم على الفرق، على 100 ناقص هيماتوكريت. فاكر لما قلنا 60%؟ اه 100 ناقص 40 اهو 100، ده الهول على ال 60 نسبه البلازما فوليوم مضروبه في البلازما فوليوم كام لتر. بكده انت بتجيب الهول بلاد فوليوم. نفس الفكره في الريد سيل فوليوم عندي والهيماتوكريت عندي، اقدر اجيب الهول بلاد فوليوم. البلازما دي بتمثل 5% من التوتال بادي ووتر. طبعا ده المين اكسترا سيلولار فلويد كاتايون وانايون، والمين انترا سيلولار كاتايون وانايون. عايزك تخلي بالك من حاجة، ان اهم انايون انترا سيلولار اتنين بيبتدوا بحرف البي، وهو فوسفيت وبروتينز، مهمة جدا. في نهاية هذا الفيديو كنت عايز اقول لك على معلومة مهمة، هو الصوديوم بوتاسيوم بامب ليه اهمية انه بيعالج من الهارت فيلير، بيعالج فشل القلب. طبعا طلبة هتسأل طب هو ايه علاقته بفشل القلب ده؟ الفكرة ببساطة ان الصوديوم بوتاسيوم بامب بيشتغل لما الصوديوم قلنا
يزيد جوه واحنا عاوزين نخرجه. دايما الصوديوم بنخرجه في المقابل، خلي بالك انت لما تيجي بتخرج الصوديوم، هل ليه علاقة بالكالسيوم؟ الإجابة اه. هقول لك القصة ببساطة. في الهارت فيلير، القلب فشل في الكونتراكشن أو الانقباض لأن الكالسيوم اللي جواه قليل، وده أحد الأسباب. طيب أنا عاوز الكالسيوم أحافظ عليه جوه الهارت وما أخرجوش، خلي بالك دي نقطة في منتهى الأهمية. طيب إيه اللي هيحصل في الفكرة دي؟ في الإنسان الطبيعي أنت المفروض بتطلع الصوديوم وتدخل الكلورايد، هتقول لي طيب صح ده العادي، بدخل الايه، ادخل الكالسيوم قصدي. هنا لو انا عندي هارت فيلير، انا عندي مشكله كبيره جدا، ان انا دلوقتي في نهايه الكونتراكشن مش عاوز اخرج الكالسيوم، عاوز احتفظ بيه. كالسيوم بيطلع في حاجه اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر، صفقة تبادلية. الصفقة دي مبنية على صوديوم بوتاسيوم بامب. يعني ايه؟ يعني الصوديوم خرج، هتقول لي اه طب لما الصوديوم خرج في المقابل ما هو الكالسيوم دخل، ولما الكالسيوم هيدخل انا بعد كده عاوز اخرجه عشان القلب عايز يملى. طب انا اعمل ايه بقى؟ ابوظ البامب مؤقتا. لو انت عملت انهيبيشن للبامب، اهو الماينس ده انهيبيشن للبامب، منعت الصوديوم انه يخرج. وطالما منعت الصوديوم انه يخرج، يبقى كمان في نقطة مهمة جدا، انت منعت ان انت تتخلص من الكالسيوم. ما هو خلي بالك الاكستشينجر معتمد على البامب، طالما الصوديوم ما دخلش يبقى بالتالي الكالسيوم مش هيخرج، ما هم صفقة تبادلية، أنا ما دخلتش أنت ما خرجتش. طب وأنا ما خرجتش تفيد فشل القلب؟ أيوة، للحفاظ على الكالسيوم من أجل excitation contraction coupling، هنقولها بالتفاصيل. خلي بالك الصوديوم بوتاسيوم بامب عملت عليه علامة بلس وماينس، اللي وقف البامب هو بين دواء يستخدم في علاج الهارت فيلير وبنسميه ديجيتاليس او ديجوكسن، واللي يشغل البامب ثلاثة، ثايرويد هرمون، هرمون الغدة الدرقية في الرقبة تي 3 وتي 4 بيشغل البامب، الدوستيرون ده طالع من الغدة الكظرية او الادرينال كورتكس، وعندي انسولين كمان. الثلاثة دول يشغلوا البامب، واللي يوقف البامب الاوابين. في نهاية هذا الفيديو، فيديو المقدمة Mind Maps Biophysics، شرحنا Total Body Water Extracellular Intracellular المواد المستخدمة بالتفاصيل، كلمنا عن Homeostasis، كلمنا عن Structure طبعا Lipid Carbohydrate Protein، كلمنا عن Transport Passive وActive. الباسيف نوعين Simple Facilitated والفرق بينهم، والأكتف نوعين primary وسكندري والفرق بينهم، والمواد المستخدمة، ايه أهمية الصوديوم بوتاسيوم بامب تحافظ على الرستنج ميمبرين بوتنشال على السيل فوليوم، لو وقفناه مؤقتا نعالج الهارت فيلير، ومين التلاتة اللي بيشغلوها، سيرويد والدوستيرون وإنسولين. اتكلمنا عن البلازما فوليوم والهول بلاد فوليوم ازاي بنقيسه، ده مهم قوي، اهم اناين اهم كاتاين جوه السل وبره السل. كلمنا عن الموفمنت اوف ووتر، الاوزموزس وفلتريشن، والديفينيشنز اوف اوزموزس، كمول كاوزمول كاوزمولاريتي كاوزمولاليتي، وايه هو الفيكس لو، وايه هو الفلتريشن يعتمد على ايه. كلمنا على اهم اكوليبريم عندنا هو جيبز دونان اكوليبريم، ان لو ضربنا البوزيتيف والنيجاتيف ايون اون وان سايد هيساوي البوزيتيف والنيجاتيف ايون مالتيبليكيشن اون ذا اذر سايد. كلمنا قبل الاكوليبريم وبعد الاكوليبريم والفرق ما بينهم،
وقلنا الأهمية حاجتين، كلورايد شيفت فينومينا، وما تنساش فلويد ري أبزوربشن. إن شاء الله الفيديو القادم في المايند مابس هنتناقش في قوانين الدم الفيزيكس كتجميعات، وإزاي أنت تقدر تستنتج الدايركت والإنفيرس بروبورشنال في كل قانون مع مسائل للتخيل إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.